بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحباب، عاملين ايه؟ كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة معانا عمل فني من النحاس. الأول أقول لكم على أنواع النحاس وبكام وبتجاب منين. أولا في نحاس اللي هو النحاس الأحمر ده، بس ده مش نحاس صح، مش انا شارياه، ده انا مطلعاه من السلك بتاع الدش لما خلاص، حتى لسه في بقايا اهي، لما خلاص السلك باظ انا فرغته وطلعت ده، بستخدمه برضو في الشغل. معايا العده بتاعتي اللي هي البنس اللي انا بشتغل بيها، البرم، بنسة البرم، والبنسه المتنيه، والبنسه المبططه، والبنسه اللي هي بتاع الكهرباء بتاعتنا بتاع البيت، بنستين اهم، والبنسه اللي هي بتاع القاطع. معانا بانواع النحاس، النحاس الاصفر، معانا النحاس برضو الاحمر اهو، اللي هو عامل زي القديم كده. فانا ايه، انا هشتغل اوريكم انا هعمل ايه. انا هعمل خاتم، لان انا عملت السلسله. بصوا السلسله اهي، السلسله هنعمل دي، هنعمل السلسله، هنعمل الشكل ده، شكل بسيط جدا. بصوا جمال السلسلة. بصوا اهي، هنستخدم بقى في الشغل اللي احنا هنستخدمه خرز، اللي هو الكريستال، اللي هو رقم اتنين، اصغر حاجة في انواع الكريستالات اهو. طبعا هنستخدم السلك الرفيع ده، هنقطع حتة، مش هنقيسها هي قد ايه، هي حتة يعني ان احنا شايفين كده ان هي هتكفينا، هنقطعها بالطريقة دي تمام، وهنيجي اهي هنتنيها، هنسيب مثلا حوالي كده 4 سنتي مثلا، اربعة سنتي اهو او 5 سنتي، وهنقوم جايبين الطرف هنا على الحتة اللي احنا قايسينها، ونقوم تانيين كده تمام اهو بالشكل ده. احنا هنعمل خاتم، انا عملت السلسلة اهي، هنعمل خاتم، وهبقى اعمل معاكم برضو الاسورة. انا هقيس كده ايه، 1 سنتي، 1 سنتي كده اهو، ده 1 سنتي، ها 1 سنتي بالظبط اهو، حاجة بقى من عنده كده، واقوم جاي على الطرف القصير، واقوم جاية كده تانية اهو، واقوم جاية راجعة تاني على قد نفس الشكل برضو، واقوم جاية بقى لضمة خرزة الشكل ده، واقوم جاية من برضو قايسة 1 سنتي بالشكل ده اهو، واقوم تانية من هنا، لازم يكونوا قد بعض بالظبط بالشكل ده، وأقوم قايسة برضو 1 سنتي، وأقوم عاملة كده تمام. أنا ما قستش السلكة الكبيرة ديت، أنا عاوزة أقيس براحتي، يعني أنا عاوزة أشتغل براحتي، مش عايزة إيه مقاس يقيدني أو شكل يقيدني، بحس إن أنا اشتغل يعني ايه، وانا السلك قدامي مبقاش ايه متضايقه ان هو ايه هيخلص، او خايفه يخلص، اعمل توصيله فمش هيبقى الشكل حلو. واقوم قايسه سنتي الطريقه دي، اهو هنقيس لغاية ما هنعمل 6 وحدات.
ادي 2 4 6 تمام. هنقوم جايين كده، هنقوم لمين كده اهو، وهنيجي عند كل واحدة وهنقوم ماسكينها كده لفينها بالخرزة بتاعتها. بقت ورد شكلها تحفة. هقوم جاية انا بقى من هنا، وقوم تانية دي كده، واقوم قصه دي من هنا، واقوم جايه لفه السلكه دي على دي مرتين اهي تمام، واقوم عامله كده، واقوم جايه بقى من هنا عامله كده اهو. واقوم جايه بقى قصاها، واقوم مثبته عليها قوي كده ممكن احط خرزه في النص هنا، بس هي كده شكلها احلى. هنخليها هنا في جنب، هنجيب بقى حته سلكه نحاس زي كده، دي فاضله عندي برضو، انا ايدي كده مضطربه من النحاس. وهجيب مقاس الخواتم اللي انا بقيس لكم بيه، انا بقيس بالحاجات اللي هي بتاع المونوكير دي، لان انا ما عنديش مقاس خواتم اهو، مقاس خاتم اهو. هقوم مثلا ان انا اقطع حته كده، حته كده نص بالظبط كده، هقول لكم كم بالظبط عشان تبقوا عارفين. قطعنا، انا قطعه 24 سنتي، وهاجي من النص اهو، اهي
ومش هشيلها من المقاس بتاع الخواتم، هقوم تانية لفة لفة كده بحيث ان هي خلاص خدت شكل المقاس اهو، بقى بالظبط اهو المقاس. وهقوم جاية بقى عاملاها على شكل كده، واقوم جاية دي من وراها ودي كده من وراها، ودي من وراها، تدينا شكل وردة اهي. هنتنيها كده لجوه عشان ما ايه ما تشكش ايدينا ولا اي حاجة اهي. انا سبت الحتة دي عشان انا هعلق فيها الشكل اللي انا عملته كده. نجيب بقى حلقة او زردة، انا عندي زرد بقى كتير، وعندي اللي هي الحاجات اللي هي دي ببقى عاملة حساب الشغل في اي وقت اشتغل اي حاجة، فيبقى عندي العدة بتاعتي. هقوم جاي هنا كده، هقوم شبكها في الخاتم اهي، وهقوم شبكة فيها اللي الدلاية اللي انا عملتها. تمام، وهقوم قافله ابصه، ممكن تبقى الناحية اللي جوه كده بصوا. السلسلة بتاعتها اهي، يبقى زي طقم كده، وان شاء الله هعمل معاكم الاسورة، هعمل معاكم الاسورة واوريها لكم اهي. وكده يبقى انا خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.